فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، رجل كان يبيع ويشتري في الأراضي يتجر بها، ثم توفي وبقي ورثته من بعده عاما كاملا لحصر تركته ولم يبيع منها شيئا، هل تجب فيها الزكاة للعام الذي أعقب وفاته؟ ننظر هؤلاء الورثة هل هم نووا بذلك التجارة؟ إذا كان نووا بذلك التجارة فعليهم زكاتهم زكاة الروح، أما إذا لم ينووا بذلك التجارة فليس عليهم زكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة في العروض أن ينوي الإنسان التجارة بها. أما إذا كانوا ينتظرون متى تقسم ثم يبيع كل واحد منهم نصيبه فليس عليهم زكاة. نعم.